سي أدراوين خصاش نسقساش واخا الجامع عن بني شيكار ذي إقليم النظر ماش تمسا يبدا يسير بني غارو خاص نبني وانت الشنشا ذي الدوا وير ذي المنطقة غاهم ذي بني شيكار. لأن كيفاش كتعرفوا المنطقة القرويين منطقة حضارية، لأن الرئيس الجماعة اللي انتخب لجمع الأعضاء بخلصهم بعشرات المليون الواحد دار البلوكاج للبناء، لأن هو دابا شنو كيدير؟ كيدخل الفلوس تحت اليد الرشوة، كيشبر، كيديروا بناء عشوائيا في منطقة بني شيكار، منطقة قروية، منطقة خصوصية. كيفاش كتلاحظوا الخطاب الملكي اللي في 29 يوليو 2017 كيفاش كيهضر على الاستثمارات، على حق البناء، حق الضوء. دابا كيفاش كتشوف تما كيفاش كتلاحظ؟ لأن الجماعة القراويين جماعة الرشوة، لأن الرئيس الجماعة رئيس فاشل، لأن الرئيس الجماعة ما هو خص القضاء يتعزل لأنه فيه مرض مزمن، مريض بالقلب، عنده القلب نتاع فيه الساعة، القلب نتاع بلاستيك. دابا هو خص يتعزل من خص القضاء يعزلوه. يعني السبب ماش مساي بالدار وخاص بنتار وخاص لي ما جات قان ديال جماعة بلجيكا، ماش نشي في نفس الوقت نضلت غنغيش الروبورتاج ديال جماعة بلجيكا نتوري وذان فنان ديال بعض المناطق. كيفاش كتلاحظ كيفاش كتلاحظوا دابا اليوم، وكنشكر هاد الصحافه اللي حاضرين اليوم على هاد الاجوبه اللي السؤالات اللي كتسالوني، لان تما شي اعضاء في الجماعه اللي كل واحد كيخدم راسه. بالنسبه للسلام الرشدي اللي كنعطى الشواهد عدم تجزئه ب 3 مليون لواحد، كنحيد له التفويض الرئيس الجماعه، وفي التالي قسم معاه الفلوس نتاع الرشوه، وفي التالي رد له التفويض. هذا تنقضات من رئيس الجماعه. وكيفاش كتلاحظ الرئيس الجماعه اللي كيتنافق الناس تما، كيفاش كتلاحظوا دابا كاين بلوكاج في البناء، دابا منطقه واقفه، كاين التهميش، كاين البطاله. كيفاش كتلاحظوا بعض المعابر نتاع المعابر مع الامنيه المحتله، الناس اللي كيفاش تهريب المعيشه، دابا كلشي واقف. دابا الرئيس الجماعه كيخدم لجيبو، كيخدم لولادو ولجيبو، لان رئيس الرشوه، جماعه الرشوه. كيفاش كتلاحظوا دابا؟ يعني هذاك هو الهدف باش وقف الشواهي ديال رخص البناء. دابا يعني باش ما كيرخصوش البناء تما عندكم في بني شيك. كيفاش كتلاحظوا استاذ دابا بالنسبه للرخص، واخا ما كيعطيوهمش قانونيا، كيعطيوهم بناء العشوائي. الرئيس الجماعه كيقول له سير تبني. كاين اللي كيخلص 2 مليون، كاين اللي يخلص مليون فرانك. دابا الجماعه دابا خص باش تلاحظ، لان العميل خص يوقف، العميل اللي ساكت على هذا الشيء اللي كيشوف. كيفاش كتلاحظوا في المنطقه القرويين رئيس الجماعه دار البلوكاج وكيشد الرشوه امام عيون الناس والناس ساكتين. وكاين البني، كنشوفوا حنايا كاين البني زعما الصراحه. كاين البناء عشوائي. والقياده شنو كدير سي اضرب؟ اخويا شنو غادي نقول لك؟ الله اعلم، انا ما كنعرف حتى شي حاجه في هذاك الشيء. شكرا، كنشكروك سي أدراوي، كنشكروك على لان الجماعه التشريعيه، الجماعه اللي خصك تكتب القياده، يعني الجماعه هي اللي غيتحكم، هي اللي كتمثل السكان في المنطقه، هي اللي كتمثل السلطه في المنطقه. وكنشكر جميع الصحافه وشكرا لكم.